مشاهدينا الكرام، أهلا بكم، وهذه حلقة جديدة من برنامج مصر إلى أين، ألتقيكم فيها من القاهرة من ميدان التحرير. مشاهدينا، في قضايا التعذيب داخل السجون المصرية في عهد نظام مبارك ليس من رأى كمن سمع. تبقى حكايات التعذيب وروايتها قصص يتداولها الكثيرون، لكن الذين أضيروا منها لن يكتفوا فقط برواية الحكاية، لكنهم الآن يستعدون ويريدون العدل. العدل من وجهة نظر هؤلاء لا يتمثل فقط في الحصول على تعويضات حصل بعضهم عليها، لكن في محاسبة كل من كان مسؤولا عن ملفات التعذيب، وربما ضمانات لألا يتكرر ذلك في عهد أي نظام قادم. في هذه الحلقات نفتح ملف التعذيب في سجون مبارك. في هذه الحلقة نبدأ من ملف الإسلاميين الذين استعدوا بالفعل لمقاضاة نظام مبارك ولمقاضاة وزير داخليته حبيب العدلي، نظرا لأن الذين تعرضوا منهم للتعذيب والقتل وفقا لإحصاءاتهم يتجاوزوا 3000 معتقل تعرضوا لتعذيب وقتل في سجون مبارك. فما هي تفاصيل هذه القضية؟ ما هي تفاصيل الملف كما أعدوه؟ وما هي الظلال التي قد يلقيها على ملف إصلاح وتطهير وزارة الداخلية؟ أرحب في هذا اللقاء بضيوفي. أرحب بالمهندس طارق العطيفي، وهو أحد الإسلاميين الذين اعتقلوا في سجون النظام السابق وتعرض لمتاعب صحية بسبب التعذيب في هذه السجون. أرحب كذلك بالأستاذ علي إسماعيل، وهو محام مهتم بملف التعذيب للإسلاميين على وجه التحديد. كما سينضم إلينا في وقت لاحق الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وواحد من الذين يهتمون بالملف ويمسكون بتفاصيله. أرحب بحضراتكم وأرحب بضيوفي، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بتصفيق. أستاذ علي إسماعيل، إذا أردنا أن نلقي نظرة واسعة على الملف، ما علمته أن حضراتكم بتستعدوا بالفعل، لديكم ملف موثق بشهادات وتقدمتم به إلى وزارة الداخلية أو إلى البرلمان من أجل تحقيق العدالة من وجهة نظركم، فهل تطلعنا على تفاصيل الملف وعلى ما هي العدالة من وجهة نظركم؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا بحب نشكر قناة الجزيرة دائما صاحبة السبق والريادة في كل الموضوعات التي تهتم بحقوق الإنسان المصري العربي الإسلامي وحقوق الإنسان بصفة عامة، ويعني التاريخ سيسجل لقناة الجزيرة هذا الملف وفتحها لهذا الملف، هذا الملف الذي كان يجب أن يفتح منذ يعني سنوات عدة، ولم يكن لبشر أن يجرؤ على فتح هذا الملف لما فيه من تبعات ومسؤوليات يعني كانت ستلاحقه في هذا. بداية حضرتك، احنا لم نكن قد بدأنا في اتخاذ الإجراءات ضد أعوان النظام وعلى رأسهم رأس النظام البائد حسني مبارك، وإنما يعني لم يكن هذا أو لم تكن هذه الخطوة وليدة اليوم، ولم تكن بعد الثورة فقط، وإنما لنا أيضا قبل الثورة بسنوات كنا قد التجأنا للقضاء في فتح ملفات التعذيب عن طريق التعويض الذي كان متيسر، وهو التعويض المادي وبالفعل المعنوي. ما علمته أن بعض الذين تعرضوا للتعذيب حصلوا بالفعل على تعويضات نعم في أثناء بالفعل مبارك. بالفعل وتم تنفيذها، وتم تنفيذ هذه الأحكام، وأنا معايا صور من أحكام موجودة معايا صور، وما زالت وموجود حتى الآن في الداخلية أحكام بمئات الملايين للإسلاميين خلال الفترة اللي هي السوداء، فترة حسني مبارك. فإحنا يعني تم تنفيذ هذه الأحكام؟ تم تنفيذ هذه الأحكام، وطبعا كانوا بيتم إيجاد كل العراقيل في سبيل عدم تنفيذها، يعني عراقيل قانونية وغير قانونية. يعني ياخد الأحكام، المفروض أن هذه الأحكام مشمولة بحاجة اسمها الصيغة التنفيذية، الصيغة التنفيذية المفروض أن أنا بقدمها له بيديني على طول أو بفترة ما مثلا لا تتجاوز مثلا أيام، ويبدأ مثلا في صرف التعويض بموجب شيك، بموجب نقدا من خزانة. لا، للأسف الشديد أحكام حتى الآن، أحكام بقى لها 5 سنين موجودة حتى الآن بعد عام من الثورة حتى الآن، وده عار على للأسف الشديد على القائمين، إن حتى الآن أحكام موجودة لم تنفذ.
الأدهى والأمر إن هم استحدثوا كل العراقيل في سبيل عدم تنفيذ هذه الأحكام. يعني أنا أعود لحضرتك لهذه الأحكام السابقة وما أثرته حولها، لكن إذا أردنا أن نعرف يعني الملف بحسب الدكتور طارق الزمر المفترض أنه سينضم إلينا قبل قليل، أن في قتل وتعذيب لأكثر من 3000 عضو وشاب فقط من بين أعضاء الجماعة الإسلامية. أنا بكلم حضرتك في جانب، إنما بقية الملف دي ملفات. أنا حضرتك في 12/4 بعد شهر، يعني بعد أيام من بدء التحقيق مع الرئيس المخلوع، تقدمت بعدة بلاغات قتل خارج القانون. ويمكن من أشهر هذه البلاغات ومن أشهر هذه القضايا اللي هي قتل خارج القانون، قتل الدكتور علاء محي الدين عاشور المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الإسلامية، والذي قتله النظام في شارع ترسة في الهرم. طلبت التحقيق وإعادة التحقيق مرة ثانية، لأن هذه التحقيقات انتهت إلى يعني مجهول، وللأسف حفظت هذه القضايا. الكلام ده كان في عام 90. حضرتك يعني كيف علمتم، يعني قد لا نكون على دراية بتفاصيل بعض الحوادث اللي حضرتك بتذكرها، فحضرتك بتذكرها على عهدتك. هذه الحادثة مثلا اللي حضرتك أشرت إليها، قتل خارج القانون، كيف علمتم أن القتل تم بأيدي قوات الأمن؟ هل كان في مطاردة مثلا ولا؟ لا، كان الدكتور علاء محي الدين كان في هذا التوقيت مطارد من قبل جهات أمن الدولة، وكانوا قد أرسلوا رسائل عبر الجواسيس إلى أن هم سيتربصوا بالدكتور علاء محي الدين وبعض قيادات الجماعة الإسلامية، واستطاعوا بعد يعني بعض معلومات وصلت إليهم من بعض عملائهم إلى مكان تواجد الدكتور علاء محي الدين، وبالفعل هم الذين قتلوه. وكان في شهود رؤية لهذه الواقعة، وهذه الواقعة كانت شهيرة، وإن اللي قتلوه جزء منهم من مباحث أمن الدولة بالجيزة، وجزء منهم من مباحث أمن الدولة، والسيارة التي قتلته واللي نزل منها 4 أفراد، وكان معهم يعني أسلحة كاتمة للصوت، ونزل منهم بسيارة بيجو بيضاء 504 غير لا تحمل أرقام. هذه دي كانت طريقة مباحث أمن الدولة، وكانت طريقة النظام السابق لما يجي يحب يتخلص من معارضيه كان يتخلص بهذه الطريقة، التتابع ثم بعد ذلك إيجاد فرصة ثم بعد ذلك التخلص منها. فدي كانت من ضمن الأمور اللي كان لابد أن يعاد فيها التحقيق. أيضا تقدمت ببلاغات أخرى بإعادة التحقيق في مقتل زميل لنا عبد الحارث محمد إبراهيم مدني، ذلك المحامي الذي تم القبض عليه بعد أقل من 3 ساعات في مباحث أمن الدولة في جابر بن حيان في الدقي، تم قتله. وللأسف الشديد أن معالي المستشار النائب العام هو نفسه معالي المستشار اللي كان ساعتها كان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة، وكان ساعتها كمان أو كان ساعتها نائب عام مساعد، للأسف الشديد قدمت إليه في حينه اللي هو البلاغات بفتح التحقيق حول مقتل عبد الحارث مدني، وللأسف الشديد انتهت التحقيقات إلى حفظ الأوراق لعدم معرفة الفاعل. إنه على كل الأحوال أنا فقط أكرر إلى أننا نستمع إلى هذه الروايات من وجهة نظر الجماعة الإسلامية، وأن بعض هذه الحوادث قد تكون قيد التحقيق، يعني لكن الشيء الذي يسهل إثباته هو الضرر الذي وقع على الذين تم تعذيبهم ربما في داخل سجون النظام السابق. وهنا أسأل المهندس طارق العطيفي، حضرتك كنت معتقلا في سجون مبارك، فهل لك أن تضعنا في خلفية ظروف اعتقالك؟ كنت معتقل بأي تهمة؟ ومتى وما الذي حدث على وجه الدقة؟ أنا تم اعتقالي بعد خروجي، أرجو أن حضرتك تقرب الميكروفون. أنا تم القبض عليا بعد خروجي من مسجد الرحمة بأسيوط، صيت القيام وأنا خارج، مشيت شوية وتم القبض علي من الشارع، موجهش لي أي تهمة نهائي. هاي كنت عضو في جماعة في الجماعة الإسلامية؟ أنا من أعضاء الجماعة الإسلامية. وكنت مطلوب على ذمة قضايا؟ لا، مفيش أي قضايا، مفيش أي حاجة نهائي، مفيش أي قضية، وحتى ما المحقق معي وما رحتش نيابة نهائي. هل كنت مثلا احد الذين تورطوا في حوادث عنف تورطت فيها الجماعه في وقت من الاوقات؟ اي احداث؟ انا اعتقلت في شهر 3/93 اي احداث، ما كانش في احداث. الاحداث الوحيده هي احداث اقتحامات الشرطه للمساجد وقتل الناس فيها، بس ما كانش في اي احداث رد فعل من الجماعه ايامها. يعني ايام ردود فعل الجماعه، الدفاع اللي حصل بعد كده حصل بعد الفتره دي. لكن الفتره الاولانيه دي فتره 93، حضرتك بتشير الى الفتره السابقه على المراجعات التي تمت بعد ذلك في سجون النظام في سنه 93. المراجعات كانت بدات الكلام فيها 97، لكن احنا بنتكلم على الفتره اللي هي بدات فيها السابقة لذلك. الاحداث بعد 93.
اللي تصعدت فيها الاعمال بقى واصبح في قتل وقتل مضاد وقتل كده، لان هو النظام في اللي يدرت فتره العنف المتبادل بين الجماعه الاسلاميه والشرطه. بالظبط كده، بالظبط كده. الشرطه اصبحت بتحاول تستولي على مساجد الجماعه بالقوه. فبيحصل اقتحام عشان الحد من نشاطها الدعوي في المنطقه. بالتالي كان بيسقط ضحايا كتير في المساجد. يعني سيد تقي الدين قتل على باب الجمعيه الشرعيه. هل حضرتك كنت احد القيادات مثلا اللي بتولى تجنيد الشباب؟ انا احد القيادات، بس ما متهم باي تهم. يعني مفيش موجه ليا اتهام ان انا اعتديت مثلا على حد معين، ضربت حد معين، ضربت يعني اي حتى اي حمل سلاح، حتى مفيش اي حاجه زي كده. تم اعتقالك، لم توجه لك تهمه ولا اي تهمه نهائيه. وبعد ذلك ما الذي حدث؟ دخلت السجن أول اعتقال، في ثاني اعتقال، الاعتقال الثالث اللي هو في أواخر 93. احنا بنحتقل وبناخد لنا حق ان نتقدم قضائيا بتظلم. التظلم بناخد فيه إفراج، وزير الداخلية بيعترض، بناخد إفراج تاني برضه بالقضاء برضه. دي ما بينفذش حكم قضائي، بنتاخد على اي مركز شرطه نتركن فيه يوم او اثنين، وبعد كده نرجع تاني اعاده اعتقال. دي كانت ده كان نمط اللي كان ده وفق قانون الطوارئ اللي كان معمول بيه في هذا الوقت. مش ده خارج قانون الطوارئ. قانون الطوارئ كمان، ما هو قانون الطوارئ بيقول ان انا اعتقل مره والحق اتظلم. لكن انا كنت اعتقل مش مره، فترات متصله، بس بأخفى في حجز من الحجزات، مفتت فيه أم أو اثنين، وكأني عودت نشاطي فاعتقلت تاني. وهكذا يعني الناس اعتقلت، مو في ناس. هل كنت حضرتك تتعرض للتعذيب في ذلك الوقت؟ لا، التعذيب بدأ فعليا أنا شخصيا في المرة دي 93، ما بدأش إلا في أواخر 93. أواخر 93 كان بيتم فين؟ في أقسام الشرطة ولا داخل السجن؟ لا، داخل السجن نفسه. أصبح في حاجة اسمها سياسة إغلاق السجون. هل حضرتك كنت داخل السجن وحضرتك حالتك الصحيه سليمه وكنت ماشي على رجليك؟ انا مهندس معماري يا فندم. مهندس، يعني مهندس بيتحرك ازاي؟ في 93 بدا النظام يستعمل حاجه اسمها اغلاق السجون. بمعنى السجن مقفول نهائي، مفيش حد يخش، مفيش حد بيطلع لزياره ولا اي حاجه خالص نهائي. اللي بقرر وزير الداخليه اغلاق السجن الفلاني، ولا حتى تفتيش من النيابه العامه ولا اي حد نهائي. بيغلق السجن معناه انك انت خلاص بتقفل السجن خلاص، مفيش حاجه تطلع، موجود جوه الزنزانه بتقعد ما تطلعش منها نهائي. النمط اللي كان موجود بقى في الفتره دي كان نمط يعني غريب جدا جدا. كان تقريبا شبه يوميا، ما بقولش يوميا طبعا، شبه منكم نطلع بيطلعونا كل يوم صف من الزنزانه، نقف وشنا للحيط، ورانا صف امن مركزي، ننضرب ونخش. تقريبا شبه يومي، تفتيش يومي بالشكل ده تقريبا. ده تفتيش اسمه تفتيش السجن نفسه، بيبقى بعض الحين بقى اكثر حده، بانه بقى تفتيش مصلحه السجن نفسها، تبعت نفس الوضعيه دي، بس دي تبع قوات تبع مصلحه السجن. وبرضه بيضربوا؟ برضه ضرب. الزنزانه مغلقه، ما فيش حد بيطلع منها نهائي طول فتره الاعتقال، فتره القفل اغلاق السجن، غير لما تطلع تاخد اخلاء سبيل على الورق، بتاخد اخلاء سبيل، بتروح حجز شرطة ويرجعك تاني يوم أو اتنين، تقعد حجز شرطة وترجع تاني. الـ طبعا معكش كل متعلقات اتخذت مننا، حتى المصاحف، المصحف ممنوع، الأذان ممنوع، الاستهزاء حتى بالحاجات الدينية المعروفة عند كل الناس، يعني مش حاجة ديني، رمز ديني خاص بيا. يعني كل مثلا كان أثناء الضرب مثلا بعض الضباط كان بيقول لنا افتح ايدك، الضرب الجنة بعشر عصيان. الجنة بعشر عصيان. وبيقلب بقى كل يوم بقى بوضع معين، النهاردة العشرة على دي على الوش الايد، بكرة على ظهر الايد، بعده على الرجلين، بعده على الظهر كده. يعني كل مرة بشكل مختلف، يبتكروا في التعديل بشكل مختلف. بالظبط كده، بشكل مختلف، ان هو يعني كان في نوع من يعني ايه. لكن هل كان الضرب بالقسوه اللي تسببت، يعني حضرتك اصبت بهذا الشلل، حضرتك بتقول انك دخلت السجن على رجليك وكنت سليما معافى، كيف يعني حضرتك وصلت الى هذه الحاله الصحيه؟ انا بعد ما
قعدت فترة في سجن أبو زابل، نقلوني سجن الفيوم. سجن الفيوم هناك في استقبال واحد، في سجن فيه استقبال كان اسمها بيسموها حفلات استقبال. بعد الاستقبال قعدت حوالي تقريبا حوالي شهر او شهر ونص، جه تفتيش مصلحة. تفتيش مصلحة ده قالوا لنا كل واحد يشيل واحد فوق كتفه ويطلع بيه برا الزنزان. واحد زميله يعني؟ واحد زميله يشيله فوق كتفه ويطلع بيه برا الزنزان. فكل واحد شال واحد من زميله، بالفعل شلت واحد حطيته فوق كتفه وطلعت بيه برا. ما يطلع برا، اللي فوق بينضرب واللي تحت بينضرب. خلصوا الحفلة بتاعتهم، بعد كده ايه بنخش. وانا داخل انا استعجلت في النزيل الفوقية. فواحد من اللي ورايا راح ضربني ضربة في ظهري بالبيادة. فتألمت، ما يعني ألم عادي، ما تخيلتش ان في مشكلة، تألمت. وبعد كده فوجئت الألم بيزيد بيزيد، وبدأ جسمي ينمل شوية شوية لغاية ما بدأ فقدت الإحساس، فقدت الحركة. وهي الضربة أصابت الحبل الشوكي، مش قاطع، لا. هو كان التشخيص اللي عرفته بعد كده، ده بعد فترة طويلة جدا، انه كان تجمع دموي. الضربة عملت نزيف، تجمع دموي دي ضغط على العمود الفقري فعمل شلل. كان ممكن بإزالة النزيف ده او التجمع الدموي ده. هل حضرتك طلبت ساعتها اي نوع من انواع الرعاية الطبية؟ طلبت انك تعرض على طبيب ولا هم بالفعل لما الامور ازمت خالص نقلوني من سجن الفيوم. سجن الفيوم ما كانش في مستشفى، نقلوني من سجن الفيوم وديني سجن مستشفى طورة. لما رحت هناك الدكتور اللي شافني هناك قال ده سليم ما فيهوش حاجه، ورجعني سجن تاني وانا مشلول. كنت ساعتها تقدر تمشي؟ لا، مشلول وقال ما فيش حاجه. ما فيهوش حاجه، لان الجسم ما كانش لسه بيضمور. يعني هو مثلا متصور ان انت بتتظاهر مثلا؟ بتظاهر عشان خاطر ان عضلات جسمي زي ما هي، يعني جسمي ما فيهوش ضمور. عشان كده اعتقد ان انا سليم، ما فيش اي مشكله عندي. رجعت السجن طبعا الدكتور الموجود هناك يعني برضو ايه شايف الحاله قدامه اكتر. فرجعني بعديها بيومين تاني، قعدت رايح جاي. ما حدش فكر ساعتها ان هو ممكن تكون محتاج لاشعه مثلا او محتاج؟ لا، كان كل 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 كان كل كان كل الاتهام ان انا كان انا بمثل دور الشلل. مش 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 مصاب حقيقي بالشلل بالفعل. في النهايه احد الممرضين قدرا كان بيحكي مع واحد من زميلنا، فبيقول هو واحد بيمثل اهو. فبيقول ده مشلول. قال له مشلول. فالممرض ده راح نقل ده للدكتور، قال له لا ده مشلول بالفعل. فأضوء كده اعتبروني مشلول. فبدأ عملية يعني بشهادة الممرض مش بالكشف الطبي اللي وقع عليك. ما فيش كشف طبي هناك، الدكاترة نسبيا مستواهم مش 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 مستوى طبي كويس. حضرتك لم تحصل على الرعاية الصحية اللي كانت ممكن انها تنقذك من ان انت تعاني من معاناة يعني؟ لا، ده هم مش بس حصلت، ده هم كانوا بيتعمدوا ان ما حصلش عليها. انا كنت لما الممرض قال للدكتور، قال له بالفعل هو مريض، فبالتالي عمل تشخيص ان اروح القصر العيني اتعالج في القصر العيني، اعمل اشعه بالفعل في القصر العيني. فكنت احيانا اروح الضابط ما ينزلنيش من العربيه، ينزل يخلي الدكتور يكتب عوده، يعني اجع في بعد تاني. والدكتور كان بيكتب؟ والدكتور كان بيكتب طبعا اكتر من مره. المرات اللي صعدت فيها الوصول للدكتور بالفعل، الدكتور كان بيقول لي يا ابني حاول تعمل اشعه بسرعه. طب انا ما عايش فلوس. هل العلاج ده المفروض بيتم على حساب حضرتك ولا المفترض؟ هو مطلوب ان اعمل اشعه على حسابي. مطلوب. هل ده قانوني يا سياده المحامي؟ يعني مش مفترض ان السجين في فتره السجن؟ نموذج الباشمهندس طارق واحد من الاف. انا عندي حضرتك تقارير. لا، انا بس حضرتك في الجزئيه دي على وجه التحديد الشخص الذي يصاب في السجن، ولوائح السجون محدده انه من حق يعني من حقه حتى لو كان محكوم عليه مش معتقل. خلي بال حضرتك من نقطه مهمه جدا في بدايه الحديث اللي تناولها الباشمهندس، الاعتقال. خلي بال حضرتك ده فرق شاسع. يا ريتهم كانوا بيطبقوا قانون الطوارئ، ما كانوش بيطبقوا قانون الطوارئ. انما الاعتقال موجود في سجن، هذا السجن ده قوانين السجون 356 354 وما بعدها من التعديلات بتوجب مش يعني مش بتدي الحق، لا بتوجب على مصلحه السجون اللي هي العلاج
النقل لأقرب مستشفى، أي أشعة أو عمليات جراحية تجرى على حساب على نفق، لأنه ده حقه، لأنه لم يصدر بشأنه حكم إدانة، حتى لو كان صدر بشأنه حكم إدانة. جميل. لكن ما حدث حسن مبارك متدلع على الآخر دلع أهو، ولسه لحد النهاردة دلوقتي. جميل. لكن اللي حصل مع حضرتك لم يكن كذلك، كان الطبيب يطالبك بإجراء الأشعة على حسابك. على حسابي آه. فعشان أوصل لأهلي أخليهم إن هم يبعتوا لي فلوس وحد يستناني حيث أعمل الأشعة. كان ده أخذ مثلا 4 أو 5 شهور لحد ما فعلا حسيت إن أتصل بأهلي. عملت الأشعة، بعد ما عملتها التقرير الطبي الموجود جه السجن. هو كان في مصطلحات طبية أنا ماليش فيها، فسألته اللي هو مدير المستشفى، فسألته بالنص يعني إيه الحالة. قال لي شوفي بنت شغال إيه، قلت له أنا شغال مهندس. قال لي عمود واتكسر. خلاص سلمت أمر الله، خلاص معمود واتكسر. كان في واحد زميلنا دكتور جه وقرأ بعد كده قرأ التقرير مكتوب فيه إن يتاخد عينة من مكان التجمع ده، التجمع الدموي، وعلى ضوء كده يتعمل أشعة ثاني ويتعمل له عملية. يعني حاجة مختلفة تماما عن مسألة إن الموضوع منتهي. بالظبط، يعني كان لا زال في أمل في ذلك الوقت وتم تجاهله. بالفعل كده. حاولت ثاني طبعا ما أمكنش أي حاجة من الحاجات. بعدها بفترة قدر أن رجلي اتكسرت. رجلي في الفخذ إن هم اتكسرت وهي مشلولة؟ اتكسرت مشلولة. فودوني المستشفى القصر ترحيلة فورية عشان خاطر الكسر. الدكتور هناك قال له لازم يتحجز، حالته خطر، الكسر مضاعف، كسر نهائي، فلازم يتحجز لان ممكن العظم المكسور ممكن يقطع الشريان الرئيسي بتاع السر. فقال له ما اقدرش احجزه. قال له حالته خطر لازم يتحجز. قال له لا. قال له خلاص انا هكتب في التقرير ان ده يتحجز، يبقى المفروض يتحجز، حالته خطر وانت رفضت. قال له اكتب. كتب بالفعل الكلام ده، رجعوني السجن. بعدها بحوالي ساعتين تقريبا بناء على تقرير الدكتور رجعوني مره ثاني بالفعل القصر العيني. رحت القصر، فالدكتور هناك حاول كان بيشوف ايه سبب الاصابه، اصابه الرجل. فقال لي سبب الاصابه ايه؟ فلقيت ان اتضح انا عارف ان انا مشلول. طب مشلول ليه؟ عشان خاطر كذا. بدا هو يبدا القصه من الاول. طب نعمل اشعه، نعمل عايز يعمل كان اشعتين، حاجه اسمها اشعه كثافه العظام عشان يتاكد ان ما عنديش اشعه عظام، والثانيه اشعه على الظهر عشان خاطر يشوف سبب مشكله الظهر الاساسيه. عملت الاولانيه وعملت الثانيه وقعدت في انتظار الاشعه الثانيه تظهر. كل ده ورجلي ما تعملش ليها اي نوع من العلاج، يعني ما فيش اي جبيره، ما فيش اي حاجه نهائي. في اليوم اللي هتظهر، تاني يوم كانت تظهر فيه الاشعه رجعوني سجن تاني. بسال الدكتور يعني اللي هو في الوجود في القصر، بقول له طب انا ارجع ليه؟ يعني قال لي رئيس القسم قال انت كده خلاص مالكش علاج عندنا. قلت له خلاص طب ماشي، اعمل لي اي حاجه لرجلي، اي علاج، رجلي مكسوره رايحه جايه. فبقول له اي علاج انا مش حاسس بيها بالفعل، ما بقولش ان انا بتقلب منها، لكن تخيلي ان واحد رجله مكسوره رايحه جايه هيمشي بيها ازاي؟ مش هيمشي اقصد بيها يعني هيعيش بيها ازاي. فقال لي مفيش علاج عندنا. ورجعت بالفعل السجن بالشكل ده ورجلك بالطريقه دي جه بعد كده اخ كان في واحد زميلنا في رابعه طب، طالب في رابعه طب، زميلكم مسجون يعني زميلنا قال نجرب نجيب خشبتين، والله خشبتين ورباط شاش الجبيره بالشكل البدائي بالظبط كده. وربطوا بقى، قال له وربطت نجيب نبعت نشتري من بره جبسونه تهريب يعني ونستعملها. بالفعل عملها ليه ما هتمسك، فبعتنا جبنا من بره جبسونه وعملها وجبسها بالجبسونه. من ساعتها موجوده لغايه دلوقتي الكالسيوم الموجود اللي هو علاج، وعلاج الاخر اللي هو في رابعه طب. هي كنت بتتعامل ازاي في السجن وانت في هذه الحاله الصحيه؟ هل كان ساعتها توقف التعذيب مثلا بناء على الحاله دي؟ لا، زي اي واحد. ده بالعكس، انا كنت كل فتره، انا المشكله ان انا ما بقدرش اتحرك، ما بقدرش اعمل حاجه، كان كل شويه يرجعوني السجن، يعني يقول لي انك انت كاني انا شفيت ويرجعني السجن.
وارجع المستشفى، رجعني السجن وارجع المستشفى. في الدخول والطلوع ده ممكن واحد يعني يروح من طيب نصيب الحفلات الموجوده اللي هي، وانا اخر وانا طالع رغم ان انا مشلول، وانت في الحاله دي وانت رغم مشلول رغم اني مشلول. العذاب الموجود ممكن يكون في جزء نفسي. انا ما اسمع احد المرات اللي هي كان بيحاول كان بيرجعني فيها السجن، كان عندي غرغرينة، القرحة بتاعت الضاع كان فيها غرغرينة، ريحة واحد ميت، تخيلي واحد ريحته ميت مش وخدت خروج يعني برضو مطاعين المستشفى مجعين سجن تاني. فوانا طالع واحد من زمايلي بيكلم المأمور بيقول له لو سمحت ده بواحد بيموت. فقال له انا مكتوب عندي في التقرير ان ده تم علاجه ويرجع السجن. قال له ازاي طيب حضرتك شم ريحته؟ قال له انا مش دكتور. قال له حضرتك طب هو ده عنده عرض على القصر العيني يوم الحد الجاي. قال له لا، لو كان عنده عرض يوم الحد الجاي لا يقعد في المستشفى. بالفعل بعت واحد من المخبرين يسال، فسال بالفعل ان انا عندي عرض فعلا على القصر العيني عشان العلاج. استاذ مهندس طارق، يعني سنستمع اكثر الى قصتك، ما حدث معك وعدد الذين حدث معهم ربما حالات مشابهة تمت في سجون مبارك من معتقلين تحديدا ينتمون إلى الجماعة الإسلامية، فهذا هو الملف الذي نفتحه في هذه الحلقة، ونحن نتحدث عن ملف أكبر وهو ملف التعذيب في سجون مبارك. مشاهدينا نتوقف قليلا مع موجز لأهم وآخر الأنباء، بعده أعود إليكم ونستكمل هذه الحلقة من مصر إلى أين، من القاهرة. ابقوا معنا.